سيمبل تنس هنشوف ازاي الجمله بتاعته. طبعا احنا عارفين ان الجمله بتتكون من ايه؟ فاعل وفاعل، صح؟ يعني مثلا لو قلت اي ستارتد، زمن الجمله دي ايه؟ ماضي، حاجه حصلت في الماضي وانتهت خلاص، ده البوزيتيف. النيجاتيف اي ديدنت ستارت، انا ايه؟ ما بداتش. الكويستشن بقى ديد اي ستارت، هل بدا؟ يو ستارتد، انت بدات. عايز اعملها نيجاتيف، لا يو ديدنت ستارت، نيجاتيف يعني ايه؟ نفس هنا. طب عايز اعملها سؤال، did you start، ماضي did وفاعل ومصدر. تاني he started، عايز اعملها نيجاتيف، he didn't start. ماشي يلا انت. طب والسؤال did he start، ركز يا ابني شويه، she started، she didn't start. برافو. هنا عايز اعملها سؤال، did she start، it started، عايز اعملها نيجاتيف، it didn't start. excellent. عايز اعملها سؤال، did it start، we started، we didn't ماضي didn't، we didn't start. عايز اعملها سؤال، عايز اعملها سؤال، did والوي تتحول ل you، did you start، you started، you started. عايز اعملها نيجاتيف، you didn't start. عايز اعملها سؤال، did you start، برافو، they started. عايز اعملها ايه؟ نيجاتيف. اوكي they didn't start. عايز اعملها سؤال، اكسلنت. طيب في افعال بقى بتبقى افعال شاذة، زي ايه؟ درو الماضي بتاعها، هي درو بيوتيفول بيكتشرز لاست ويك، ده فيرب ريجولار شاذ. طب يو جيف ذا بريزنت تو يور فريند، جيف الماضي من جيف، وي بوت ا نيو كار الماضي من ايه؟ باي. ماشي. طيب لما عايز انفي درو تبقى ايه؟ didn't draw، he didn't draw beautiful pictures last week. طيب لو عايزه سؤال، did I learn Spanish last summer، did you give the present to your friend، did we buy a new car،